بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أز العسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي كما راكم تشوفوا حندير معاكم هاد الطعام بالشعير بالخضرة واللحم والقديد، مرقة حمراء جاب بزاف بنين وصحي، وهاي الوصفة نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها لأنها لذيذة جدا وصحية خاصة. إذا حبيباتي قبل ما نبدأ في تحضير هذا الطبق اللذيذ، فضلا وليس أمرا دعموا القناة تاعي بجيم كومنتير واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إذا حبيباتي نبدأ على بركة الله في تحضير هذا الطبق البنين والهايل والصحي، وش نقولكم، وصفة رائعة. بقوا معايا حبيباتي وتابعوا الفيديو للآخر لأنه راه مفصل، تشوفوه من البداية للنهاية كيفاش توجدوه. ما تبعدوش، بقاو معايا. نبدأ حبيباتي بسم الله في المقادير. هنا عندي حبيبة بصل مليحة كبيرة شوية رابيتها، لي زاريكو فيغ ولا لوبيا ماشتو، الزرودية، البطاطا، لا كورجيت ولا القرعة، وطوماطيش حبة كبيرة تاني مليحة رابيتها. وبالنسبة درت تاني قطع تاع اللحم ولي زيبيس، درت القرفة، فلفل دريس حار، راس الحانوت، وفلفل كحل مع فلفل بيض، الملح، السنينه، الثوم هي اللي تبنن المرقه تعطي لوكو هايل، فلفل حار، السمن، طوماطيش تاع البطا، والهريسه. هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم لتحضير هذه الوصفه الهايله. حبيباتي بسم الله درت القدره تاعي فوق النار، درت لها السمن ونزيد الزيت. الزيت هنا درت عيني ميزاني، هي حوالي واحد ربع مغارف ولا ثلاث مغارف تاع ماكله. ندير اللحم تاعي، نحطو اللحم بيان سور، تشلوه تجوزوه تحت العين، لازم نشلو اللحم تاعنا، سوا كي نشروه مام كي نكونجليه نكون ديجا شللتو، لكن نحب نعاودلو بعد ما نحيه من الفخيكو. ندير هذيك الحبة تاع البصل وندير هنايا الملح. الملح هي لازم تملحو في التقليه باش تبن، لانه الملح يبنن الماكله. اللحم ما نديرولوش الملح غير كي نشويوه ولا كي نقليوه، هذيك نخلوه حتى يطيب، لكن كي يطيب في الطنجره ولا نديرو عادي. ونقلب هنايا اللحم تاعي مع البصل، وندير الحميصه. انا الحميصه كنت نسيت ما قلت لكمش عليها في المكونات ولا في المقادير، راحت من بالي نسيت ما جبتوش. هنا ندير هذيك الحبه تاع الطوماطيش ونزيد الزروديه ونقلي كلش ونخلط مليح المكونات، ونزيد حتى الطوماطيش تاع الباطا مع الهريسه. لا طوماط كونسونطري دير واحد المغرفه، مغرفه ونص، على حسب على حسب واش طيبوا، لا كونتيتي اللي طيبوها، الكميه، والهريسه اختياري. ونخلط كاع المكونات كما سبق وقلت لكم في الطعام هذاك البيض اللي درته المره اللي فاتت، انه انا عندي عده طرق في تحضير المرقه، عندي بزاف لي ميثود كيفاش نطيب المرقه. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نوري لكم لا فاصون تاعي كيفاش نطيب مرقه بطريقه واحدة اخرى، ونخليها تتقلى براحتها. انا حبيباتي بعد ما تقلات نعاود نرجع ليها. هنايا ندير لي زيبيس، ندير القرفه، ندير الفلفل دريس حار، ونزيد راس الحانوت، ندير كميه مليحه، وندير شويه برك تاع فلفل كحل، ماشي حاجه. فلفل كحل ما نكترش منه، رشه خفيفه برك، ونقلب المكونات
واحد الروايح راهم يجوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ونزيد نخليهم تاني يتقلاو براحتهم، ونزيد عليهم لا ريكوفير او اللوبيا ماشتو، تحبوا ديروها هادوك في تقلية، تحبوا تخلوها من بعد، هادي يرجع ليكم، لكن انا تقعد لي كيما هي شغل، ما يصرى لها والو، ما تتحرحرش ولا، يعني لو كان ندير لا كورجات ولا القرعه سي والبطاطا فرانشمون تولي المرقه تاعها تولي اون سوب يدوبو كامل. هنا حبيباتي عاودت رجعت للمرقه تاعي بعد ما تقلاو مليح، وهنا ندير لها هذيك السنينه تاع الثوم. هاد السنينه تاع الثوم تمد واحد البنه للمرقه، واش نقول لكم، جربوها ورجعوا لي بالخبر. سوا في المرقه تاع الطعام ولا في الشربه، انا ندير توجور سنه ثوم، والله غير تجي بزاف بنينه وهايله ما شاء الله. ونخلط مليح المكونات تاني، باش ما تحرقليش في القدرة تاعي، ونخليهم تاني يتقلاو. هنا حبيباتي بعد ما تقلاو خلاص، هنا يا سي بون، هنا دوك راني رايحه نمرق، ندير الماء سخون توجور كيما سبق وقلت لكم، دائما مرقوا بالماء سخون. هنايا بسم الله ندير كمية تاع الماء قيس الماء يطيب اللحم وطيب الخضرة تاعي، وتاني ما نديروهاش بزاف الماء. هنايا زدت اللحم تاع القديد، انا كنت درتو في الماء سخون، خليته هكذاك برك داخل الماء سخون، ودوكا حنديرو يطيب، انا نحبو بزاف ويدير واحد البنة في المرقة، واش نقولكم. ونخلي المرقة تاعي يطيب ونروحو للطعام ديالنا. حبيباتي بسم الله، ناخذ الطعام تاعي تاع الشعير، ديروا على حسب افراد العائله والناس اللي ياكلوه في الدار، هو بزاف صحي وهايل. هنا انا تاني حنشلو 3 مرات، هي نفس الطريقه اللي درتها مع الوصفه تاع الطعام الابيض، لكن هذا ينفورو 3 مرات، ما نفوروش 2 مرات، نفورو 3 مرات. علاش؟ لانه باش يجي شغل طري، ما يجيش يابس، ما يترتقش بين سناننا، وشغل على بالي بلي حتخافوا منه شويه، شغل يبان لكم معجن، لكن لا لا، كي يكون سخون شغل يبان معجن، لكن غير يبرد يولي شغل يحكم روحو، يولي على حبه فاصون. دوك تشوفوا انا هذه هي الطريقه تاعي، وعندي طريقه واحده اخرى نوريها لكم ان شاء الله في وصفتي القادمه. هنايا شوفوا بعد ما شللته نخليه يتشرب كاع هذا الماء وشغل يترتق. حبيباتي عاودت رجعت للمرقه ديالي، انا بعد شغل طابت الزروديه نص طياب واللحم تاني شغل دخلوا الطياب تاني. الوغ هنايا ندير الخضره ديالي، ندير لاكورجيت والبطاطا. وانايا طريقتي في التفوار تاع الطعام سواء البيض ولا الشعير ولا، نحب نفوره فوق المرقه. علاش؟ باش ياخذ كاع البنه تاع المرقه، باش يتشرب البنه تاع المرقه، وما يولي حمر سواء بيض ولا، ما يتقش كامل بالحموريه تاع لاصوص. ونزيد الفلفل حار بيان سور، ونخليها تطيب. هنا حبيباتي بعد ما تشرب لي هذاك، راح لي هذاك المقطع وين طعم شغل ساي تشرب الماء كامل ودرتو يفور، هذه التفويره الاولى نحيتو كما سبق وقلت لكم، نفوروه 3 مرات. المره الاولى نديرو له هكذايا كيما دوكا، ندير له الماء بصح ما نكترش بزاف، ماشي كيما الطعام الابيض. والمره الثانيه والثالثه ندير له غير الزيت، غير نحيه من التفوار ندير له الزيت ونعاود نرجعو يفور. فوالا، انا طعم تاع الشعير ما نكترلوش بزاف الماء، ماشي كيما الطعام الاخر، ونخليه يتشرب هذا الماء ديالو. هذه من بين الطرق اللي نعتمد عليها في تحضير الطعم تاع الشعير.
هنا حبيباتي كنت درتو تاني فور، هنا دوك حنديرلو شويه زيت ونخلطو ونعاود نرجعو يفور. بعد ما يبرد نعاود نرجعو يفور، هنا مازالو سخون. هنا حبيباتي في الطفويره التانيه كنت نحيتو ودرت له شويه زيت، وهاني خليته تشرب كاع هذيك الزيت وبرد شويه. راكم تشوفوا كيفاش راه على حبه، يجي ما شاء الله بزاف بنين وخفيف وصحي خاصه، وما يجيش معجن ولا حبيبات ولا راه نورمال. ونديرو يفور. هنا حبيباتي بعد ما فار لي التفويره الثالثه، هنا خلاص انا هنا حندهنو، درت له هنايا الزيت صايي. قلت لكم كي يكون سخون يبان لكم معجن، لكن لما يبرد خلاص يولي يحكم روحه ويرجع على حبه، شغل ما تخافوش منه. هكذا ودهنته خلطته شويه ونخليه يبرد نورمال، ومن بعد تشوفوا حبيباتي في الاخر. انا نحبه بزاف صراحه، نحبه بزاف سواء بالصفوف ولا بالمرقه، يجيني نحبه بالبزاف، يعجبني طعم تاع الشعر ما شاء الله. هنا حبيباتي شوفوا، هنا خلاص انا درته في الطبسي باش من بعد تشوفوه معايا في صحن التقديم. هنا حبيباتي شوفوا المرقه تاعي كيفاش جات ملبيه وخاتره، واش نقول لكم، مرقه تاع الواليمات ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وبقاو معايا حبيباتي، شوفوها في صحن التقديم. حبيباتي شوفوا الطعم تاعي تاع الشعير بالخضره واللحم، واللحم المملح او اللحم القديد، واش نقول لكم، جات بزاف بنينه، والمرقه تقولوا تاع الواليمات ولا تاع العرس ما شاء الله تبارك الرحمن. والله صدقا غير وصفه بزاف بنينه وهايله وصحيه، نتمنى انكم ان شاء الله تجربوها. بهذا حبيباتي لحقنا نهايه الوصفه ونهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله ان الوصفه نالت اعجابكم ورضاكم. فضلا وليس امرا دعموا القناه تاعي بجيم كومونتير واشتراك، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجيو قناتي مع احبابكم عائلتكم واصدقائكم. قلكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.